طب في واحد من اللي اتكلموا في التقرير كان يعني فاكر لحضرتك قوي الجول اللي دخلته، كان الاهلي والزمالك ودخلته في شباك الزمالك، تفتكر لنا ذكرياته كابتن محمد؟ كان الماتش ده في 80 81، كان كالوتشاي ماسكنا في المباراه دي، وفي اول 4 دقائق حطيت هدف فينا، كان هدف عكس يعني. مجدي شلبي كان ماشي بالكوره وعدى من شطه وعملها بالعرض، كان سعيد الجداي ساعتها رايح عليها على القائم الاولاني، انا كنت معاه مان تو مان، انا رحت قبليه عشان اقطع كوره اطلعها كورنر، الكوره دي اللي اتعملت مليون مره مش هتخش جول. ليه؟ لان القائم الاولاني يعني لما تطلع بره كده وتيجي تحط رجلك في الكوره لازم تطلع بره، لازم تطلع بره طبيعي، لفت دخلت في الضيقه، وكان اكرامي بقى واقف في الجول، اكرامي قعد يلطم على وشه يقول لي حطيت فينا جول يا عامر، وانا يعني اتخضيت طبعا، انا مش قادر انطق، مش قادر اتكلم، الدنيا اسودت قدامي، ما هو انت عارف ماتش اهلي وزمالك ده بيتحفر في اذهان الناس من الماتش للماتش. صحيح. وبعدين مين اللي خسرنا؟ محمد عامر جاب جول في نفسه. فبعد 4 دقائق بالظبط انا اللي جبت الجول. الاربع دقائق دول لو جبت سير المباراه في الاربع دقائق هتلاقيني انا بجري في كل حته فيها الكوره، انا عاوز انا اللي اجيب. مش عاوز حد تاني يجيب كوره الجول ده، انا عاوز انا اللي عايز اجيبه. وفعلا جت كوره ناحيه المدرجات هناك، المواجهه عند ال 18 كده، حسام البدري رمى ناحيه يمين، يعني ناحيه يمين النادي الاهلي، يمين النادي الاهلي، حسام البدري اوت رماه، مصطفى عبده عملها بدماغه لورا، نطت نزلت من تحت 5 لعيبه من الزمالك، فاتت منهم 5 لعيبه من الزمالك عشان تجي لي انا احطها بشمالي في عادل مأمور. انا يعني لما حطيتها كنت فرحان في فرح هستيري يعني، ما كنت طبعا اكيد، لان انا كنت عاوز اجيب الجول، وربنا ربنا بقى رحم بيا.